شو صار مع أخي؟ رح يتعافى ويصير منيح، لا تقلق يا ابني. يا ويلي أنا شو ها؟ في واحد من أولادي إيده مجروحة بسبب تدريبات وأنتوا ما بتدهنوا له مرهم، بيصير هيك؟ ما بدي شيء، أنا بس بدي شوفه لأخي علي. قال أنتوا ما تركتوا بيرفو تكون لحالة بالتدريب. نحن دائما رح نكون مع بيرفو، ما رح نتركها أبدا. ما عندي مانع بهذا الشيء يا بنتي، موافقة. مصطفى أنت بتحب تشوف أخوك؟ إيه أكيد. معناها نحن بدنا نقرأ هذا الكتاب، ولما نخلص من قراية هالكتاب ساعتها بتشوفوا أنتوا، رح تصيروا تعملوا كل اللي بقلكن عليه بدون ما تعرضوا كلامي. يلا لشوف. بس مثل إنك عم تسمع. معناتها هنن عم يجندوا أولادنا وبعدين عم يستخدموهن ليقتلونا. وينك هلأ يا ابني؟ إذا ابنك لساته عايش لهلأ فهو للأسف ما عاد ابنك، هو بيكون صار قاتل محترف وخطير. أنت لهلأ لساتك هداك الضابط الشريف. لا تنسى هالشي.